وحول جهود دولة الكويت في دعم الأشقاء في لبنان لتجاوز هذه الأزمة ينضم إلينا عبر الهاتف نائب وزير الخارجية السيد خالد سليمان الجار الله. معالي نائب وزير الخارجية، مرحبا بك، وهل لك أن تطلعنا على الجهود المبذولة لدعم الأشقاء في لبنان؟ يا هلا فيكم، شاكر لكم هذه الفرصة بإعطائي الحديث حول الوضع في لبنان وحول دور الكويت الحقيقة في تقديم المساعدة للأشقاء في لبنان. وأود بالبداية أن أكرر ما جاء في بيان وزارة الخارجية من يومين من الإعراب عن الأسف والألم البالغين لما أصاب لبنان الجريح جراء الانفجار الضخم والذي أسفر عن ما يزيد عن 130 قتيل وعدد من الجرحى تجاوز 3000 جريح. يوم الثلاثاء الماضي عندما حصل هذا التفجير في مرفأ بيروت لابد لي هنا من أن أشير إلى التوجيهات السامية من لدن سيدي سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، وبوحي وهدي من الرسالة الإنسانية السامية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعجل في شفائه، حيث تم بموجب هذه التوجيهات المباشرة فورا بإعداد جسر جوي لنقل المساعدات الطبية والغذائية لتمكين الأشقاء في لبنان من تجاوز تداعيات هذه المأساة التي ألمت بهم، لتكون بذلك الكويت من أوائل الدول حيث كانت أول طائرة تصل إلى مطار بيروت هي من دولة الكويت. بادرت الكويت في تقديم المساعدات، وأيضا تواصلت الاتصالات على أعلى المستويات حيث تواصل معالي الشيخ الدكتور أحمد الناصر محمد الصباح بمكالمة هاتفية بأخي وزير خارجية لبنان. عبر خلال هذه المكالمة معالي عن الوقوف التام إلى جانب لبنان والتضامن معه في محنته. كذلك أيضا أجرى معالي الشيخ الدكتور باسل الصباح اتصالا هاتفيا بأخي وزير الصحة اللبناني للاتفاق على طبيعة المساعدات الطبية، إضافة إلى اتصال معالي السيد خالد روضان وزير التجارة بنظيره اللبناني لتحديد طبيعة الحقيقة المساعدات الغذائية المطلوبة. وكان أيضا من ضمن هذه المساعدات الحقيقة التي قدمتها الدولة جهد مشكور من قبل الأخوة المسؤولين في الهلال الأحمر وعلى رأسهم الدكتور هلال الساير، بالإضافة إلى مبادرة الشعب الكويتي لتقديم التبرعات التي نظمت من قبل الهلال الأحمر الكويتي، ليعبر بذلك شعب الكويت عن أواصر المحبة التي يكنها للشعب اللبناني. وسيتواصل هذا الجسر الجوي على مدى الأيام القادمة للتخفيف من آلام الشعب اللبناني في معنته. وأود أن أؤكد هنا أنه مما يشفى ويخفف من آلام هذا الشعب الشقيق أن العالم قد بادر أجمع في تضمير جراح لبنان أصدقاء وأشقاء، ومقدمة الأشقاء الكويت التي لم ولن تنسى الموقف المشرف للبنان في الدفاع عن الحق الكويتي، حيث كان لبنان أول دولة تدين وتشجب الغزو على دولة الكويت.
معاليك إذا سمحت لي، يعني ما نقدمه اليوم للبنان بفضل الله وبحمده لا منة ولا فضلا، لكن نريد أن نتحدث اليوم عن أن كون دولة الكويت هي السباقة، إن لم تكن هي الأولى التي قامت بتقديم هذه المساعدات. حدثنا بشكل أكبر عن هذه المساعدة، كيف تتحول إلى مساندة وتضامن معاليك؟ هي مساعدة حقيقة، وهي تعبير عن التضامن. احنا اعلنا عن تضامننا وجسدنا هذا التضامن بهذا الجسر الجوي المتواصل على المدى الايام القادمه. هي مساعدات غذائيه، مساعدات طبيه، هم في امس الحاجه اليوم لهذه المساعدات. ووجدنا كل تجاوب وكل ترحيب وصدى طيب لدى الاشقاء في لبنان لهذه المساعدات التي قدمت من دولة الكويت، والتي الحقيقة تعبر بالفعل عن مدى الارتباط بين الشعب اللبناني والشعب الكويتي، ومدى شعور الكويتيين بقربهم من لبنان ومن شعب لبنان. وأكد مرة أخرى أن هذا الجسر سيتواصل، وهذا الدعم سيتواصل على مدى الأيام القادمة، ولدينا الحقيقة كل الثقة وكل القناعة بأن لبنان سيتجاوز إن شاء الله هذه المحنة، وسيتمكن إن شاء الله من الوقوف مرة أخرى مجددا فوق ركام هذا التفجير، ليعود لبنان كما كان دائما منارة ومصدر إشعاع للأمة العربية جميعا. وفي ختام هذه المداخلة أود أن أتوجه بخالص تعازينا لذوي الضحايا، وخالص أمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. نائب وزير الخارجية سيد خالد سليمان الجار الله، شكرا معاليك.